استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني البرازيلي جورجيو ميكالي على استدعاء الحارسين المحترفين أحمد نادر السيد لاعب فيتيلا البرتغالي وعلي نادر لاعب الخور القطري. سينضم الحارسان للمعسكر الثاني للمنتخب والمقرر انطلاقه يوم 15 من سبتمبر الجاري استعدادا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 على خوض مباراة ودية مع نظيره الجزائري قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما. يواجه منتخب الناشئين نظيره الجزائري في مباراة ودية يوم 2 نوفمبر القادم قبل انطلاق التصفيات التي تقام بالجزائر أيضا في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر. توج المنتخب الوطني للسيدات لتنس الطاولة بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا التي أقيمت بالجزائر. تغلب المنتخب الوطني للسيدات المكون من دينا مشرف وهنا جودة ويسرى حلمي على نظيره التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية. تنطلق غدا مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفي أبرز مواجهات الغد يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على سلتيك الإسكتلندي، بينما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق يوفنتوس الإيطالي. يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع إشبيلية الإسبانية. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تمديد عقد المدافع ريس جيمس لمدة 2 إضافيين، وكان جيمس يرتبط بعقد مع تشيلسي حتى الصيف 2025 قبل أن يمدد بقاءه حتى 2027، لكن لم يكشف تشيلسي عن راتب جيمس في العقد الجديد، إلا أن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن اللاعب سيتقاضى 250 ألف جنيه استرليني أسبوعياً. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية. عودة مرة أخرى لمحمد ورغدة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.